السلام عليكم. موضوعنا هنطلع بيه لغاية ليبيا، تحديدا منطقة بني غازي أو محافظة بني غازي. العاملة النيجيرية اللي من مواليد 2004، يعني عندها حوالي 20 سنة، اللي بتشتغل عند أسرة ليبية معروفة ومحترمة. الست صاحبة المنزل اللي لقت إن العاملة النيجيرية اللي عندها بتحط مادة معينة أو مادة خاصة بالغسيل والتنظيف، مادة الكلوركس أو الكلور، وهي بتحطها في علب العصير، وهي كمان بتحطها في بعض المشروبات الغازية الخاصة بالمنزل نفسه. بعدها على طول العاملة النيجيرية بتقدم الحاجة دي أو بتقدم المشروبات دي للسيدة صاحبة البيت، الست اللي شغالة عندها في البيت. ولكن الست عرفت وشافت الموضوع ده تحديدا، اللي ما كذبتش خبر على طول وطلعت على طول على المخبر أو طلعت على طول على الشرطة علشان تبلغ بوجود العاملة النيجيرية اللي عندها، اللي حطت لها مادة كاوية أو محطت لها مادة منظفة ممكن تؤدي كمان لوفاتها، ما تعرفش السبب الرئيسي إيه. الشرطة الليبية اللي مسكت على طول العاملة النيجيرية اللي حققت معاها، والبنت قالت الكلام كالتالي: هي كانت ناوية ان هي تسرق البيت، علشان كده حطت او وضعت المادة المخدرة. هي كانت تفكرها مادة مخدرة وما تعرفش ان هي مادة كاوية او ان هي مادة منظفة ممكن تعمل مضاعفات غير الاغمى او غير ان هي تنام او منوم وخلافه. البنت النيجيرية اللي اتكلمت وقالت عملت الليلة دي كلها بغرض السرقة من الالف للياء فقط لا غير. الشرطة الليبية اللي مسكت البنت وحققت معاها وجاري التحقيق معاها اكتر من كده ومجازاتها، وبعد كده ترحلها على بلدها. بتحصل كتير قوي حالات زي كده، زي اللي احنا بنشوفها دي تحديدا في العاملة اللي شغالة في البيت الليبي ده، سواء في بيت اماراتي او في بيت مصري او في بيت كويتي او في بيت تونسي، بتحصل نفس الليلة دي كلها. الناس اللي احنا بنجيبهم او اللي انتوا بتجيبوهم او اللي انتوا بتفكروا اللي انتوا يبقى عندكم عاملات شغالين عندكم في البيوت، خلي بالكم منهم. ما بنقولش ان هم وحشين كلهم، لا، ولكن المفروض ان احنا ناخد حذرنا بدرجة 100% مع الناس اللي شغالين تحديدا في الاماكن دي او في البيوت كمان، لان كمان البيوت اسرار، ناس بتطلع اسرار، ناس بتحصل حالات قتل علشان سرقة وخلافه، ناس بتتعرف على ناس تاني من بره المكان علشان تسهل لهم دخول البيت علشان السرقة وخلافه، ناس بتحط حاجات غريبة جدا في الاكلالات بتاعة الناس اللي هم شغالين عندهم وخلافه وخلافه وخلافه، وتيجي تتكلم بعد كده مع حد زي كده يقول لك المعاملة بتاعتهم وحشة، او ان كمان مش المعاملة او اللي هي احنا عايزين نسرقهم، بيخونوا لقمة العيش والملح. باختصار شديد جدا ده الموضوع اللي حصل تحديدا على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة. السلام عليكم والحمد لله. السلام عليكم.